هذه الفقرة اسمها ديزاين بوليس، حتكون فقرة حلوة نشوف فيها الصح والغلط ونتعلم ونضحك في نفس الوقت ونتابع بعض التفاصيل الخاصة بعالم الديكور من نظرة مختلفة. فخلونا نتابع هذا التقرير بعدين نرجع عشان نبدأ هذه الفقرة. بشكل عام أخطاء التصاميم الداخلية معروفة بين أصحاب المنازل يلي ما بيعرفوا كيف يصمموا بيوتهم بأنفسهم ومش مطلوب منهم يعرفوا. أما البعض الآخر من الناس اكتشف حبه لعالم الديكور لما شاف بعض التصاميم الحلوة على بعض المواقع وقرر أنه ينفذها بالواقع، وأساساً مش مطلوب منهم يدخلوا عالم هندسة الديكور من الباب الغلط، وبالتالي منوقع بأخطاء ما في عودة عنا وممكن بكتير من الأوقات تسبب مشكلة بالغنى عنا. فخلونا نعرف وين نترجم طاقاتنا لأنه مش دايماً النتيجة بتكون مثالية، ونتعلم وين الصح وين الغلط. مثل ما قلنا لكم اليوم معنا إيدي مراد، أهلا وسهلا فيك، ومارينا يا هلا فيكم. أنا سمعت حتتخانقوا اليوم صح؟ كثير هي مش من نوع المخانقة أكثر ما هي بتعرفي على طول هي هذه الفكرة. هلا فكرة بسيطة رح نضوي فيها الضوء على المشاكل اللي بتصير معنا نحن عم نعمل الديكورات، إن كان ديكورات البيت أو أي ديكور نحن ممكن نسوي. بتعرفي ممكن يكون في أخطاء بالمقاسات، أخطاء هندسية، أو ممكن صح أخطاء صح من 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 شيء نحن عاملينه وبدون خبرة، وإحنا يمكن هذه الأشياء يعني ما نعرف نحسب إنها صح لكن تعمل تأثير كبير. طب خلينا نبدأ نشوف الصور وخلينا نشوف إيش الصح والغلط فيها. نحن اليوم أنا جايب لكم الياس ونو بازرز. هلا الصور راح تقطع، شيل منشوفه صح بنقبص عليه الصح، والصورة ما بتعجبنا ماشي. أنا موجودة هنا عشان أتأكد إنه ما حتتخانقوا. أوكي أنا لا، نحن بمجال هندسة بنشوف قصص كتير على الواقع مثل هيدا الدرج. هذه الصورة أنا أقول له مين بده يقطع منه؟ نو أنا أكيد، لأنه إذا واحد بده يقطع أنا ما بقطع في هذا الدرج. وبعدين أصلا هذا فين موجود؟ فين لقيت الصورة هذه؟ في ناس على الورشة كانوا شغلين هيدا الدرج. أوكي. وبتعرفي قد تبعتي أنت المخططات، بس في ناس بتفهمها بالطريقة الصحيحة، في ناس بتنفذها إذا ما كنت عاملة متابعة دائما. تصوري حالك طالعة درج بيوقف بوجهك بدك تكبر من جنيه بدك تطلع، بس أنا ما بقطع فيه. أوكي. بس طيب. هيدا ما حدا يعني من الأخطاء اللي بتصير، خصوصا إذا ما كان في كمان متابعة على الورشة من حدا مختص بهيدا المجال. أوكي، فوقت البناء يسووا هذا. يسووا هالأخطاء. لازم عشان كذا نتابع معهم. إيه. طيب نشوف الصورة اللي بعدها. هيدا الدرج بتعرفي كيف بتطلع عليه بدك تكوني يعني بحالها بتطلع بتوقفي بعدين بتعرف شو هيدا بتستعمليه بسال الرياضه بس عن جد ما بعرف كيف من وين بيستوحوا هيك هيك اغراض بس يمكن هذا الحق الفاير من ورا ولا شيء لا ابدا هيدا الدرج هن اخذوا بتعرفي السلالم كيف كانوا يعملوها تطلع فيها فوق السطوح صار عملوا الدرج بهيدا المبدا اصلا اي حد حيطلع عليها هذه حيطيح يعني ما هي حتى ما هي سيف حتى انه الناس تطلع عليها اللي بعده نشوف الصوره اللي بعدها هيدا درج كتير هيدا ياس هذا ما بشوفه غلط لا بس دقيقة هذا ياس طب واللي عنده بيبي تعرف إيش ممكن يصير فيه إيه هلا هيدا البيت للباتشر إنه هيك أشخاص ليك هلا هي الفكرة أنا مثلا هيدا الصورة هو كدرج حلو بس أنا فكرة الإزاز أنا ما بحبها يعني إذا كان الإزاز ما عنده هندريل خشب مسكة أنا بخاف منه ممكن أي شيء ممكن يطق الإزاز أو شيء أنا بخاف منه يعني ما بحب الإزاز إحنا ممكن يعني نسبة إنه نطيح من الدرج جدا عالية خاصة لو لبست الكعب ومثلا فستان وخاصة إذا كان شيء خشب او رخام بس الدرج الخشب في ناس بتحب لانه بيعطي مثل نوع انه هيك وورم او دفى بقلب البيت في ناس بتفضل الخام ناس بتفضل هيدا مش على الزوق وطرتوا على الدرج انت وطاله خاصه انت الحريم السكربينه وكعب حلو هيك تعطي كل الليل يلا شوف الصوره اللي بعدها هيدا الدرج بيوصل لمحل مسدود هيدا بتعرف هيدا شو مشكلته صار بتعرف الواحد بيطلع على الدرج درجه درجه هيدا واحد طموح بيطلع درجه درجه وبيوقف بيرجع بينزل بارده هيدا نو 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 بس دقيقه هذه الصور هل من جد حقيقة موجودة يعني نحن اخذينه هدول مبنيين على وقائع صايرة على على, على, على سايتات صايرة غلط لأنه بتعرف الدرج له معايير معينة بدك تاخديها أو عندك لفات معينة مش ضاربين حساب يعني هذا يا مجهود شخصي يا المهندس اشتغل بس ادي يمكن هذا مو خلص يمكن عنده كذا يوتيرن عشان تطلع على فوق بده طيارة هذا بحط فلاش هيك بدونه فرصة خلينا نشوف الصورة اللي بعدها بده ياخذ طريق جنة هيدا الدرج هيدا نو هذا درج دحين هذا نو ولا يس هيدا نو نو لأنه هيدا بتعملي رياضة معينة تقدر تطلع على الدرج اجر شمال اجر يمين ما فيك تطلع بطريقة هذا بدك تنط عليه ما لا بس دقيقة هذا فعلا درج ولا هو للكتب هيدا ما عنده ولا معايير للأسس يعني واحد يكون بأمان أو شيء إذا عنده مثل ما قلت قبل تفضلت قلت للأطفال يعني نووي طفل يقدر يطلع هيدا درج عادة بيستعملوه حتى مش الطفل إحنا ما مش بدي يكون عندك توازن يعني أو يلا بالطب الطب هيدا بعدين أنا بكون مرتاحة في بيتي مو حتى المجهود في الدرج يعني هذه صعبة شوية طيب يلا باقي الصورة
هذا درج حلو انا بعتبره. انا بشوفه يس 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 يس, يس. نرجع نشوف الصوره, خلينا نشوفها. هذا حلو, هذا معايير مهضومه. ما في في له غلطه ولا ما في؟ لا انا ما انا ما بشوف الغلط, لانه الهندري لانه مسكه اليد متوازنه وعلوها مزبوط. الدرج تافع عرضه كمان متناسب, بقدر واحد يطلع ينتقل من طابق الى ثاني. يعني انا بعتبره, بتشوفه قد ايه وسع على المدى. يعني طب عندي سؤال اللي عنده بيبيش, انا دائما افكر في البيبيز والسلامه. مو ما يدخل راسه بين العمود الثاني؟ اذا صغار كانوا الحداد مثل هون ما شفنا بالصوره, صغار الحداد بين بعض ما بيمر الراس. لانه اخوي كان يسويها ويعلق ويبكي ونخرجه والله العظيم بدي اصيح فوق. طيب احنا بعد التسليه والفرح نبغى نشوف حقيقي. في صوره, طب خلينا نشوف الصوره كمان. يلا هيدا درج. اوه هيدا تحدي, هيدا اكيد. لا سوري هيدا هون نو هيدا نو 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 اكيد لا. هذا درج ستار وورز يعني, خلينا نقول بس انه اوكي ديزاين حلو بس انه نوين عمل يعني ما فيوتشرستك. هلا هو معمول بس هو كيف هم يعني كيف واقف يعني هن درجات زي مدخلينهم بالحيط يعني عاملين مثل ستراكشر معينه بس تقدر تطلع لانه كل درجه باتجاه معين يعني انت بتعمل مثل حزوره لتوصل من طابق بدك تحبيلها تطعمش عليه. لا وهذا لو كان احد شويه نعسان ولا مو مركز ولا شايل اغراض كثير هذا خلاص بتحط هذه الطوارئ تحت لا لا في اخطاء مش مسموح فيها خاصه بالدراج. هلا بتعرفي انا مثلا الادراج العاليه مثلا درج البيت العالي وفي كثير دراج انا ما بحبه يعني بيعملوا دراج بيقولوا بيعملوا اليفيتر بتطلع بالاليفيتر وبتطلع على الدراج صح. طب احنا بعد هذه التسليه وخلينا نشوف النصائح الحقيقيه ونشوف هنا انتم جايبين هذا قد ايه نمره اجلك ساره؟ قد ايه نمره؟ لحظه جايب لك متر انا جايب لي متر لك جايب لي متر لك بس أوكي. انا استغليت الوضع جبت متر اهدى. هذا متر مهندسين, هذا متر مهندسين هيك بيشتغلوا. هذا الشيء الواحد على كل بيت مو كل احد مهندس. هذا مهندس شغل, هذا صغير بنحطه بجزدين نحن وين ما بنروح بنعمله. صح برافو. انا بس كيف بدنا نسلط الضوء على هذا الدرج اللي عملني حطينا فيه كذا مقاس مختلف للدرجات يعني أوكي. اذا بنشوف هون انا هذا ما يكفي جزمتي اساسا اي مشان هيك بقولوا الدرجه لازم تكون عاده القياس المضبوط تبعها من 28 ل 30 سم لتقدر تكون هذا مثل مقياس ستاندرد. وحتى هون العلو بيجي بين 16 و 40 سم. طب هذا سيف اطلع عليه؟ لا فيك تطلع عليه. انا بهديه. هذه كويسه اللي في النص. هيدي هي هي المضبوطه. هيدي وهون كمان هي المضبوطه. هيدي اللي لا انا هادي هيدي ايدك. تعالي تعالي. ايوه كذا. عشان احنا حابين نفرج انه مثلا بالسلالم عرضناها هون الدرج ليك قد ايه صغير المقاس. من يعني ما ممكن واحد يقطع ب 10 سم منهم هيك عاملينه يعني تبيهم مثل درج بيطلع عليه. هيدي الدرجه هي المقاس المضبوط تقريبا انه بتقدر واحد يطلع من انا حبيت حتى مش مضبوطه هي هيدي هي الاضبط الاضبط بس اوقات بتلاقي درجه هالعلو يعني انت عم تمشي بصير تمشي بتطلع بتوقف بتطلع ثاني درجه بتضل اذا طلعنا لهون نوصل للاخر بنستلم الجايزه بس في كثير اخطاء واحد يعني بيعاني منها بتصير اوقات واحد مضطر لانه عنده علو معين من طابق لثاني بصغر بعدد الدرجه أو حتى الارتفاعات ولفة الدرج تكون طلعة مريحة يعني ما تحسي حالك أنه أوقات بيعمل الدرج بيضرب بالإزاز أنت طالع بتعرف يكون في وجهات كبيرة. طب خليني أقول لكم أنا لما رحت لندن كنت ماخذ الشقة في خامس دور وما في أسانسير والدرج كده يعني بتسلق جبل كل مرة والله رجعت أحس أنه خلاص رجوعي يعني حتى السبيس تبع الدرج بيجيكي هيك يعني أنت بدك تطلع الدرجة توقف تطلع الثانية مزبوط وخاصة كيف عن نزلة مشان هيك كتير مهم ننتبه لهو التفاصيل وقت عم نسمي وحتى نعرف علو المسكات واي يعني تكون طلعت متر 10 ماكسيم بده يكون ارتفاع اليد انت وطالعه وستريت اوكي مش هيك طلوع عن شكرا طلعه. لكم يعطيكم الف عافيه وصراحه حبيت الفكره كثير وان شاء الله نشوفكم المره الجايه افكار ثانيه.